السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفنا، يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع جديد لسه جديد. الموقع عبارة عن إنك أنت بتثبت إضافة زي كده أهي على المتصفح، وبتسيب الجهاز وقت ما الجهاز بيشتغل على أي موقع بتلاقي المتصفح بيجيب لك إعلانات زي كده، بيبقى بالطريقة دي. كل إعلان بيبقى ليه مدة معينة، 5 ثواني، 10 ثواني، 30 ثانية، وكل إعلان ليه سعر. يعني لو دخلت على هنا، بس عشان مقفول هنفتحه دلوقتي، هو الموجودين حاليا 86، دفع 53، المشاهدات 3702، المستخدمين 2426 شخص. هنعمل تسجيل ازاي؟ نخش من هنا، هنملى البيانات دي، الاسم والايميل والباسورد، قاعدة الباسورد، وننقل الارقام دي هنا ونعمل تسجيل. كده بقالنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول، هنكتب هنا الايميل والباسورد وننقل الثلاث ارقام دول ونعمل دخول للموقع. اهو دي واجهة الموقع من الداخل. اهو بصوا الاعلان ظهر ازاي، اهو الاعلان بيشتغل. هي دي طريقة الشغل على الموقع، انت مالكش دعوة بأي حاجة. بيجيب لك عداد هنا، اول ما بيخلص بتقفل ايه كده على طول. هتبص هتلاقي اعلانات بتفضل تتدفق عليك. هنترجم باللغة العربية، اول ما بتخش على الموقع تسجل فيه بيظهر لك بالطريقة دي، وبتلاقي دول صفار. بتخش على الارباح دي، ربح من هنا، وبتشوف المتصفح بتاعك. يعني في متصفح كروم شغال حاليا، ومتصفح ده، ومتصفح اوبرا، ودوت لسه ايه هيشتغلوا قريب. بتدوس على انشاء، انشاء كده هيجيب لك هنا اضافه اهي، بتدوس عليها. بس مجرد ان انت بتدوس عليها بيظهر لك ايه النجمه ديت اهي، وبيحسب لك ايه الاعلانات بتاعتك اليوميه، وبيحسب لك رصيدك في الايه في الموقع. لما خلاص بعد كده بتقفل الموقع عادي وتيجي تفتحه، بتفتحه من هنا، بتدوس هنا كده. ثواني بس الموقع يفتح. الموقع يفتح معاك تاني زي ما كنت فتحه في الاول. يعني كل لما تيجي انت هتقفل الموقع من فوق من النجمة، متقفلوش من القفل نهائي، وتيجي تخش عليه بتفتح النجمة دي كده، وبتدوس على الكلمة ايه اللي هتظهر معاك تحت هنا ديت اهي، يفتح معاك الموقع تاني. وكده الموقع شغال. طول ما انت سايبه كده الموقع شغال، ويفضل يجيب لك اعلانات تربح منها. هتيجي من هنا هنشوف كده حاجة حاجة في الموقع، بس انت بطيء شوية معلش. هنا لو عايز تضيف اعلان، لو عايز تضيف اعلان من هنا، وهنا الصفحة الرئيسية اللي احنا كنا داخلين عليها في الاول. اهي دي الصفحة الرئيسية اللي كنا داخلين عليها، بيقول لك ايه احصائية المشروع، تمام. ومن هنا السحب منين؟ السحب تالي من هنا. السحب من هنا، وتدوس على الخانة دهيت، وهو واحد من راحة روبل، هتحط رقم المحفظة وتعمل سحب. موقع سهل وبسيط، مش محتاج منك اي شغل ولا اي حاجة. انت يا دوبك هتثبته اول مرة وتسيبه مع نفسه هيشتغل، وهتلاقي الاعلانات ظهرت. الاعلان سيبه لما يخلص العداد 3 4 10 حسب ما يخلص، واقفل الاعلان وخلاص كده يتحسب لك زي ما قلنا ايه زي ما هو مبين هنا. هنا عدد الاعلانات، وهنا عدد الفلوس اللي هتربحها من الاعلانات. وبعد كده بتخش على الكلمة دي بتعمل سحب من هنا،
بتحط الاسم بتحط هنا المبلغ وبتحط هنا رقم المحفظة وبتعمل سحب. بس هي دي كل طريقة الشغل في الموقع. وهنا رابط الإحالة بتاعي بتجيبه من هنا اهو، آخر واحدة ديت اللي قبل الأخيرة دي، بتجيب رابط الإحالة بتاعك وكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبك الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.